مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في هذه الحلقة غادي نتكلموا على اختيار الأسمدة الورقية وحسن استعمالها في التسميد الورقي. فمن خلال نتائج تحليل الورقي أو من خلال معاينة اللي بينات عرض نقص أحد العناصر المغذية، يمكن لنا ليس فقط تحديد النقص من العناصر المغذية ولكن كذلك تحديد نوعية السماد اللي يمكن نستعمله عن طريق التسميد الورقي. فملي كنلاحظوا أعراض على الشجرة فخاصة نتأكدوا من أن هذه الأعراض متعلقة بنقص في العناصر المغذية ونحددوا العنصر أو العناصر المغذية المسؤولة على هذه الأعراض. ومن بعد ما عرفنا العنصر المغذي اللي ناقص كتجي مرحلة اختيار نوع السماد الورقي المناسب وكذلك تحديد الجرعات وفترات الرش وعدد مرات الإعادة إلى ذات الضرورة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كاين عدة أنواع ديال الأسمدة الورقية. أسمدة اللي فيها عنصر واحد أو أكثر من العناصر المغذية الرئيسية، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم. أسمدة اللي فيها عنصر واحد أو أكثر من العناصر المغذية الثانوية، الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت إلى آخره. أسمدة اللي فيها عنصر واحد أو أكثر من العناصر الصغرى، الحديد، النحاس، الزنك، المنغنيز إلى آخره. وبعض الأسمدة الورقية يمكن تحتوي أيضا على الهرمونات أو الفيتامينات أو البروتينات أو الأحماض أو الجزيئات العضوية الأخرى واللي يمكن تحسن تغذية الأشجار. عند اختيار السماد الورقي لازم مراعاة هل هو سماد وقائي أو علاجي والعناصر المغذية اللي كيحتويها والتركيب الكيميائي للسماد الورقي وملائمته للخط مع المبيدات الزراعية الأخرى والأخطار المحتملة عند الاستعمال. ومن الأفضل نتحققوا من توفر السماد في الأسواق وتكلفة عملية التسميد. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، هناك عدة عوامل مرتبطة بالأسمدة الورقية، منها التركيب الكيميائي المحلول والشكل الأيوني للسماد المعتمد. فبعض الأسمدة الورقية كتكون حمضية يمكن استعمالها في حالة إذا كان الرغم الهيدروجيني الماء مرتفع أكثر من 7.5. ثانيا تركيز أو ملوحة المحلول، فكل ما زاد تركيز المحلول كان امتصاص أكثر فعالية. ومن الأفضل نجنبوا ارتفاع الملوحة اللي يمكن تسبب أضرار على الأشجار كخطر احتراق الأوراق وإتلاف القشرة الخارجية للثمار خاصة عند رش النحاس أو الكبريت أو الكلور. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، خاصة نحترم المقادير الموصى بها لكل نوع من أنواع الأسمدة الورقية، كما أن خلط العديد من الأسمدة الورقية بعضياتها أو خلطها مع بعض المبيدات يقدر يزيد من تركيز أو ملوحة المحلول. ومن ضروري نتحققوا بانتظام من الملوحة ديال المحلول قبل عمليات الرش، وبهذا نكونوا حسننا من تغذية الشجر وتوصلنا المنتوج جيد. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد، من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.